الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم. اعترض بعض العلماء بأن القياس لا يفيد اليقين ولا يفيد العلم، وذلك لأن كل مقدمة من مقدمتي القياس تفتقر إلى دليل في نفسها، فكل قياس يفتقر إلى قياسين، إذ كل مقدمة تفتقر إلى قياس، وكل مقدمة من المقدمات التي استدل بها على المقدمات الأولى تفتقر إلى دليل. فإن كانت الأقيسة المستدل بها مقدماتها معلومة، إن كانت مجهولة أولا فالجهل لا ينتج علما، فالقياس الأول لا ينتج علما، وإن كانت المقدمات المستدل بها معلومة فتفتقر إلى دليل أيضا. تمام؟ فإذا استدللت عليها افتقر المستدل به إلى دليل، وهكذا إلى أن يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، وما والذي لا نهاية له لا وجود له أصلا. تمام؟ فقالوا: القياس إما أن يستند إلى جهل وإما أن يستند إلى علم، فإن استند إلى جهل فلا يفيد علما، وإن استند إلى علم فقد تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. قالوا: نجيب على ذلك بأن القياس تنتهي أدلته إلى مقدمات يعرف بعضها من بعض، تعرف بعض المقدمات من إيه؟ من بعض. فاعترض المعترضون الأول بأن ذلك يستلزم الدور. تمام؟ لأن الدور هو توقف الشيء أو توقف معرفة الشيء على ما يتوقف عليه، أن يتوقف معرفة الأول على معرفة الثاني، والثاني معرفته تتوقف على معرفة الأول. فإذا انتهى القياس إلى مقدمات تعرف بعضها من بعض، فالمقدمات الأول إما أن تؤخذ في المستدل به أو لا، فإن أخذت فقد توقفت معرفتها على معرفة المقدمات المستدل بها، والمستدل بها تتوقف معرفتها على المقدمات المستدل عليها، فيدور الأمر. فقالوا: لذا القياس لا يفيد علما. لكن الجواب الصحيح أن نقول أن لا نسلم أن المقدمات تتسلسل إلى ما لا نهاية، بل تنتهي إلى أمور تعلم منها غير المقدمات التي يستدل بها على هذه المقدمات. تمام؟ يعني لا نسلم أن كل مقدمة من مقدمتي القياس تفتقر إلى قياس أصلا، بل بعضها لا يفتقر وبعضها يفتقر وينتهي إلى ما لا يفتقر إلى قياس. تمام؟ وهذه المقدمات التي ينتهى إليها تسمى المقدمات البينة بنفسها، تسمى إيه؟ المقدمات البينة بنفسها، يعني لا يحتاج إلى الاستدلال عليها، لا يحتاج إلى الاستدلال عليها. الكلام ده واضح؟ طيب، ما المقدمات البينة بنفسها؟ قالوا: هي ستة أو سبعة. أولها الضروريات، أولها الإيه؟ الضروريات، وهو ما تلتفت النفس إليه ويكسب العلم الضروري الذي لا يستطيع الإنسان دفعه عن إيه؟ عن نفسه. وثانيها المشهورات، القضايا المشهورات، سواء كانت مشهورة عند الناس، عند جميع الناس يعني، أو عند بعضهم، كالمصطلحات الموجودة في الفنون.
واضح؟ الضروريات، ثم الايه؟ المشهورات، ثم المسلمات. ثم المسلمات. ومنها أيضا المظنونات، المقدمات المظنونة. لماذا كانت بينة بنفسها؟ لأن الخصم يظن رجحانها ويظن حقيتها، فهي مسلمة عنده برضه. واضح؟ فذلك كانت بينة بنفسها. طيب، يبقى قلنا الضروريات والمسلمات والمشهورات والمظنونات، ومنها أيضا المقبولات، المقدمات المقبولات، وهي التي تصدر عن شخص يعتقد فيه كإمام أو ولي أو نبي. وفي إدخال قول النبي في المقبولات خلاف، يعني بعضهم يقول أقوال رسول الله الصحيحة هي من الضروريات، وبعضهم يقول لا، هي من المقبولات. تمام؟ وهذا مبني على الخلاف في العصمة، هل رسول الله معصوم في الشرعيات فقط دون الأمور الدنيوية وكذا ما كان عن اجتهاد، أم غير معصوم في غير الأمور الشرعية؟ هذا خلاف عند أهل السنة. يبقى قلنا الضروريات، ها، والمشهورات والمسلمات والمظنونات والمقبولات، ثم عندنا المخيلات. المخيلات يعني التي تفيد تخييلا، التي تفيد تخييلا، وسيأتي بيانها، سيأتي بيانها وكيف نركب منها قياسا. التخييل اللي هو استحضار صور ذهنية مجردة قد تكون مطابقة للواقع أو لا. بعضها مستمد ومنتزع من المحسوسات وبعضها لا، كالتحيز مثلا. التحيز هذا ايه؟ هل هو منتزع من محسوس؟ لا. لكن الصداقة هل هي منتزعة من محسوس؟ لكن مثلا صورة الإنسان منتزع، صورة الياقوت، صورة الثياب الملونة، كل ذلك منزوع من ايه؟ لا، يحتمل ذلك، لكن فيها تفصيل طويل طبعا. طيب، هذه المخيلات التي تثير خيالا، تحدث تأثيرا في النفس. طيب، ومنها المقدمات الوهمية، أو الموهومة. نعم، بينة بنفسها. المقدمات الوهمية مستمدة من الوهم، مستمدة من إيش؟ من الوهم، أو الوهم. والوهم قوة للنفس، الوهم قوة للنفس، تكتسب بها النفس صورا مجردة عن الحس من الأشياء المحسوسة. يبقى تستمد النفس بهذه القوة، بقوة الوهم، من الأشياء المحسوسة معاني مجردة عن الحس، يعني معاني غير حسية. الصداقة مثلا، الصداقة، صداقة زيد، زيد صديقي، زيد محسوس، والصداقة التي انتزعتها منه هذه غير محسوسة، فهذه نسميها ايه؟ وهم. والوهم قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا. تمام؟ فإذا جرى الوهم على محسوس كان صادقا، وإن جرى على غير محسوس كان كاذبا. الوهم، لكن قد نستعمل الوهم الكاذب ويكون قياسا، كما سيأتي معنا في الصناعات الخمس. هذا الكلام يتضح تماما الاتضاح في فصل أقسام الحجة إن شاء الله. تمام؟ يعني مثال، مثلا لو قلت لك كل جسم متحيز، التحيز معنى مجرد
عن الحس، أليس كذا؟ والجسم مادة محسوسة، فهذا وهم صادق. ثم أقول لك: وكل متحيز موجود، وكل متحيز موجود، تمام؟ الموجود حسي أو غير حسي؟ يعني الموجودات هل جميعها حسية؟ لا، منها الملائكة ومنها رب العزة. فهل معنى ذلك أن الله متحيز؟ لا، فهذا وهم كاذب لجريانها على غير محسوس. واضح كده معنى القضية الموهومة؟ والوهم لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. يعني مثلا المجسمة، هم توهموا أن الله جسم، أن الله جسم، فانتزعوا صورا مجردة عن الحس وأجروها على غير محسوس وذات الله عز وجل وصفاته، تمام؟ لكن مهما حاولت دفع هذا الوهم عنه، هو لا يستطيع دفعه عن نفسه إلا من هداه الله طبعا. فلذلك كانت القضايا الموهومة أو الوهمية بينة بنفسها وتستخدم في القياس. قد تستخدم بقى لإفحام الخصم، وقد تستخدم للسفسطة والمغالطة، تمام؟ طيب، هذه المقدمة السادسة ولا السابعة؟ السابعة. وأما الأخيرة هي المقدمات الشبيهة بالبينة، وهي التي لا ينفك دليلها عنها. يعني متى حضر في ذهنك طرف القضية حضر الدليل، لذلك كانت شبيهة بالبينة بنفسها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله كله. طيب، إذن القياس لا بد وأن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها أو مقدمات غير بينة بنفسها آيلة إلى البينة بنفسها. فلذلك القياس أفاد أفاد العلم. واضح كده الكلام يا مشايخ؟ طيب، قال رحمه الله: هو يتكلم الآن على القياس، والقياس هو البرهان، وسيأتي معنا أن البرهان يتألف من مقدمات ضرورية، يتألف من أو مما ينتهي إلى الضرورية. يبقى البرهان يتألف من مقدمات ضرورية أو مما ينتهي إلى ضرورية. واضح كده؟ لكن مطلق قياس يشمل الضرورية ويشمل المسلمة ويشمل المشهورة ويشمل ويشمل ويشمل، تمام؟ كما سيأتي إن شاء الله. لكن الآن كلامنا في أي شيء؟ احنا ما زلنا نتكلم في القياس الاقتراني البرهاني. فإذاك يقول: وتنتهي المقدمات إن لم تكن ضرورية، إن لم تكن برهانية، يعني إلى ذي ضرورة، إلى ذي ضرورة. لماذا قدر ذي؟ يعني إلى صاحبة ضرورة، لأن المقدمة صفتها الضرورة وليست هي عين الإيه؟ وليست هي عين الضرورة، إنما هي صفتها الضرورة. لذلك قال: إلى ذي ضرورة، إلى ضرورية، لا إلى نفس الضرورة. لذلك قدر ذي. قال: وتنتهي المقدمات إن لم تكن ضرورية إلى ذي ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم. لما لزم على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورة من دور أو تسلسل. يبقى من هنا بيانية، لما قد يلزم على تقدير عدم الانتهاء. واضح؟ وتنتهي إلى ضرورة، وتنتهي أي المقدمات، مقدمات القياس، إلى ضرورة لما، أي لأجل، يعني لماذا تنتهي إلى ضرورة؟ لما قد لزم، لما قد يلزم على تقدير عدم انتهائها. وما الذي يلزم؟ قال: من دور أو تسلسل. واضح كده الفك؟ طيب، قال: لما من دور؟ قال: وهو توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه. وهو توقف الشيء على ما، أي على شيء، شيء آخر يتوقف، أي يتوقف هذا الشيء عليه، على الشيء الأول. يبقى الضمير بتاع عليه يعود إلى الإيه؟ إلى الشيء. ويتوقف، الضمير المستتر في توقف يعود إلى مين؟
إلى ما يتوقف الشيء على، هو توقف الشيء وليكن الشيء ده واحد على، قال وهو توقف الشيء على ما، أي على شيء آخر يتوقف هذا الشيء عليه، يعني على الشيء الايه الأول. واضح كده يا مشايخ؟ طيب الشارح يقول وهو توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه، قدر ايه هو. احيانا اولا ما هذه ايه اسم موصول، اسم بمعنى الذي، اي على شيء على الذي يتوقف هو عليه، او تكون نكره موصوفه اي على شيء صفته انه يتوقف على ايه عليه، يعني على الشيء الاول. تمام. طيب وعلى كل، وعلى كل من التقديرين سواء كانت ما موصولة أو موصوفة، تمام، تحتاج إلى عائد، تحتاج إلى عائد يربطها بالصفة أو بالصلة. نكتب على السبورة ولا فاهمين؟ نحاول نكتب على السبورة عشان التوهان بس، هي مسألة نحوية بس يعني. توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه، الضمير عليه يعود إلى أي شيء؟ إلى الشيء. طيب قلنا هذه إما أن تكون موصوفة وإما أن تكون موصولة. إن كانت موصولة فهذه الجملة نسميها جملة الإيه؟ الصلة. وجملة الصلة لابد أن تشتمل على ضمير لائق بالإيه؟ بالموصول، تربط الصلة بالاسم الموصول. تمام. طيب إن كانت، إن كان الضمير يعود إلى ما، يعود إلى أقرب المذكور، لم نحتج إلى إيه؟ إلى إظهاره وإبرازه. لكن إن عاد الضمير على غير ما مما يسبقه لابد من إيه؟ من الإظهار. حتى نقول إيه؟ الصلة جاء إيه؟ الضمير جاريا على غير ما هو له. ما هو له؟ أقرب مذكور يتوقف أي ما. لكن إن كان التوقف على هذا الشيء احتاج إلى تقدير هو، يعني يتوقف هذا. طيب هنا هل الضمير في يتوقف على ما ولا يعود إلى الشيء؟ توقف الشيء على شيء يتوقف، أي هذا الشيء لا الشيء الأول، عليه يعني على الأول، فلا نحتاج إلى إيه؟ تقديره هو، بل هو مضر. واضح كده؟ يبقى كان الأولى حذف. تمام؟ بخلاف مثلا إيه؟ كلام ابن مالك، الكلام وما يتألف منه. طيب الكلام قلنا ده مبتدأ مثلا أو خبر مبتدأ أو إلى آخر ما سقلنا. الكلام وما، أي والكلمات، هذا باب شرح الكلام وشرح ما، أي الإيه؟ الكلمات. لكن ذكر التي ذكر الفاعل هنا ليه؟ الفعل مراعاة للفظ ما، لكن لو راعى المعنى أنف. تمام؟ وما يتألف، من الذي يتألف من الكلمات؟ الكلمات تتألف من نفسها أو الكلام يتألف من الكلمات؟ يبقى يحتاج هنا إلى إيه؟ إلى إظهار الإيه؟ الضمير. ليه؟ ليعود إلى إيه؟ إلى الكلام. فالصلة أو للضمير جاريا على غير ما هو له، فيحتاج إلى الإبراز. لكن وجوب الإبراز عند البصريين مطلقا وعند الكوفيين إذا إيه؟ إذا لم، إذا حصل اللبس. لكن إذا أمن اللبس كما هنا فلا يجب. تمام؟ يبقى وجوب الإبراز عند البصريين مطلقا، إذا كان الضمير جاريا على غير ما هو له لابد من الإيه؟ من الإبراز. تمام؟ طيب إن كان اللبس مأمونا عند البصريين يجب برضو، عند الكوفيين لا يجب. واضح كده يا مشايخ؟ لا مش كثير. أو بعض الصفة وغيرها كمان، جملة المبتدأ وجملة الخبر وجملة الحال وجملة النعت، سبع جمل يا مولانا.
لا مش فصل خالص، هذا الضمير المستكن في يتألف أو مستكن في يتوقف. لماذا نظهره؟ ليعود إلى إيه؟ إلى البعيد، لا إلى أقرب المذكور، إلى غير ما هو له. واضح؟ تعرف إيه؟ والله لا يحضرون اعتراض يا مولانا. عندك اعتراض؟ تفضل. إحساس؟ طب بين التسلسل. التوقف الشيء يعني انا عاوز اعرف ما هو التوقف. تقول لي توقف الشيء على ما يتوقف عليه. على ما يتوقف عليه. على ما قلنا ما دي معناها ايه؟ بلاش نشيل المبهمات. ها لسه الدور موجود؟ توقف الشيء أو شيء، توقف شيء على شيء آخر، يتوقف هذا الشيء الآخر عليه يعني على الشيء الأول، فهذا يستلزم الدور. الدور لا أولية فيه يا مولانا، هذا يتوقف على هذا وهذا على هذا فلا أولية. ما لو كان في أولية ما كانش بقى دور. هو فين أول الدايرة؟ ها؟ فين أول؟ ملهاش أول. طيب. قال أو تسلسل وهو ترتب أمر على أمر إلى ما لا نهاية. ترتب أمر على أمر إلى ما لا نهاية. مثاله زي إيه؟ كما اعترض وعلى تسليم الاعتراض، توقف إحدى مقدمتي القياس على قياس، وتوقف إحدى مقدمتي القياس المستدل به على قياس، وتوقف إحدى مقدمتي القياس المستدل بها على قياس، وهكذا إلى ما لنا. فتوقف أمر اللي هو المقدمة الأولى على المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية على الثالثة، والثالثة على الرابعة، إلى ما لا نهاية، وما لا نهاية له لا وجود له أصلا. تمام؟ طيب. قال قد لزم، أي لما لزم الذي هو دور أو تسلسل. لما لزم، ما الذي لزم؟ قال الذي هو دور أو تسلسل. فحل الشارح يفيد أن من دور أو تسلسل، من هنا بيان. لذلك قال من لما لزم الذي هو، الذي لزم هو دور أو تسلسل. واضح؟ طيب ما كيف يلزم الدور والتسلسل؟ هل يلزم إذا انتهت المقدمات إلى ضرورة؟ يعني ظاهر البيت وتنتهي إلى ضرورة لما من دور وتسلسل قد لزم، أي لأجل الدور والتسلسل الذي قد لزم، فكأن انتهاء المقدمات إلى الضرورة لأجل الدور، أي ليحصل الدور أو ليحصل التسلسل. لا، ليس هذا المراد، إنما المراد على تقدير عدم الانتهاء. لذلك الشارح يقول لما لزم الذي هو دور أو تسلسل على تقدير عدم انتهائها، أي المقدمات إلى الضرورة. فلزوم الدور هو فيما إذا استدل على المتأخر بما يتوقف على ذلك المتأخر، فيما إذا استدل على المتأخر، تمام؟ بما، أي بشيء متقدم في الذكر. التقدم والتأخر هنا في الإيه؟ لا في أنا، لا في نفس الأمر، إذ هو دور لا أولية فيه، تمام؟ على ذلك المتأخر، يعني يتوقف المتقدم على المتأخر والمتأخر على الإيه؟ المتقدم. هذا في الذكر. واضح كده يا مشايخ؟ طيب. قال ولزوم التسلسل هو فيما إذا توقف الأول على أدلة مترتبة لا غاية لها. توقف الدليل ألف على الدليل باء، وباء على جيم، وجيم على ألف، وجيم على دال، وهكذا إلى ما لا نهاية، ولا نرجع إلى أحد الأدلة الأولى السابقة. واضح؟ هذا التسلسل. نعم. تمام؟ قال فإن انتهى الأمر إلى دليل غير ضروري مقدماته أو مقدماته ولا مسلمة لم يكفي. فإذا انتهى إلى إيه؟ إلى دليل غير ضروري مقدماته، يعني إذا لم تكن المقدمات ضرورية لم يكفي في حصول الإنتاج، أو غير مسلمة لم يكفي في حصول الإيه؟
الإنتاج. لكن طالما كان كلامنا في القياس البرهاني كان عليه لا يذكر ألا يذكر الإيه؟ المسلمات، لأن كلامنا في الإيه؟ في البرهان. لكن إن أراد مطلق القياس كان عليه أن يزيد باقي القضايا البينة بإيه؟ بنفسه. ولعل له وجهة لم أدركها. طيب، قال مثاله ما مقدماته ضروري، أي مقدماته القريبة مباشرة، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر آخر، إلى مقدمة أخرى ضرورية. قال هذا العدد منقسم إلى متساويين، هذا مقدمة إيه؟ صغرى. هذا العدد أصغر، منقسم إلى متساويين أوسط، وكل منقسم أي إلى متساويين كذلك، يعني إلى متساويين زوج. فالنتيجة هذا العدد زوج. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، تخطوا إلى قوله وكذا إذا قلت العالم صفاته حادثة، لأن هذا الدليل الاستثنائي يتبين بعد شرح القياس الاستثنائي، سنرجع إليه بعد تمام القياس الاستثنائي. طيب، وصلتم؟ العالم صفاته حادثة. نعم، مش سامع. وكذا إذا قلت العالم صفاته حادثة، وكل من صفاته حادثة فهو حادث. وصلت؟ هذا قياس من الشكل الايه؟ الأول، العالم صفاته حادثة، أدي أصغر وأدي أوسط، وكل من صفاته حادثة أدي نفس الأوسط فهو إيه؟ حادث. هذا الإيه؟ الأكبر، ينتج العالم حادث. واضح كده مشايخ؟ طيب، الشيخ يقول إيه؟ قال فنستدل على الصغرى هذه العالم صفاته حادث بقولنا العالم صفاته متغيرة. هذا يريد أن يمثل لما تنتهي مقدماته إلى إيه؟ إلى الضروري، إلى الضرورية، تمام؟ العالم صفاته متغيرة، تمام؟ قال وكل متغير حادث. هذه مقدمة وهذه مقدمة. طيب، الأولى من هاتين المقدمتين ضرورية، قال للمشاهدة، لأنك تشاهد أن العالم متغير لا يتوقف عن الحركة والسكون، وهذا شأن الإيه؟ المتغير. فطالما انتهى إلى مشاهدة صار إيه؟ ضروريا، لأن الضروريات منها المشاهدات، تمام؟ يبقى هذه إيه؟ ضرورية. طيب، الكبرى، قال ونستدل على الثانية منهما، يعني من دليل الصغرى، تمام؟ على الكبرى منهما، يعني من الصغريين، هذه صغرى وهذه صغرى، نستدل على الكبرى منهما، على الثانية منهما، بأن التغير هو كل متغير حادث، إن كان من عدم إلى وجود كان الوجود طارئا، وإذا كان الوجود طارئا كان حادثا ولا بد، إذ الطرق عين الإيه؟ الحدوث، تمام؟ طيب، وهذه مقدمة عقلية يقينية. طيب، وإن كان من وجود إلى عدم كان الوجود جائزا. يعني ايه جائزا؟ يعني يجوز ان يوجد وان لا يوجد. فطالما كان موجودا وعدم جاز ان يوجد وجاز ان لا يوجد اصلا، تمام؟ طيب، والجائز لا، هذا كلام ثاني، والجائز لا يقع الا
حادثا. تمام؟ أنت جمعنا إيه؟ أن كل متغير حادث. ليه؟ المتغير إن كان من عدم إلى وجود كان الوجود طارئا. تمام؟ هذه إيه؟ قضية شرطية. طيب، وإن كان من وجود إلى عدم كان الوجود جائزا، وإن كان جائزا كان حادثا. واضح كده؟ يبقى كده وصلنا في هاتين المقدمتين إلى ضرورة. فهذه المقدمة الصغرى ضرورية. طب ننظر إلى الكبرى، وكل من صفاته حادثة هو حادث، كيف نستدل عليها؟ قال: ونستدل على الكبرى، أي الكبرى القياس الأول. تمام؟ هذه. قال: ونستدل على الكبرى من القياس الأول بقولنا: كل من صفاته حادثة، كل من صفاته حادثة لا يعرى عن الايه؟ عن الحوادث. لا يعرى يعني لا يخلو عن الحوادث. طيب، وكل من لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها. لماذا لا يسبقها؟ لأنه إن سبقها كان عاريا عنها. وهذه مقدمة عقلية، أن كل من صفاته حادثة، صفاته حادثة لا يخلو عن الحوادث، أليس كذلك؟ طيب، وكل من كان كذلك، يعني لا يرى عن الحوادث، لا يسبق الحوادث، لأنه إن سبق الحوادث كان خاليا عنها، يعني إن وجد قبل الحوادث كان خاليا عن الحوادث، والفرض أنه لا يعرى عن الحوادث، يبقى يحذف الحد الوسط. يبقى كل من صفاته حادثة لا يسبقها، وما وكل من لا يسبق الحوادث حادث. لماذا؟ لأنها إما سابقة عليه أو ملازمة له فيصير إيه؟ حادثا. فخلصنا إلى كل من صفاته حادثة فهو إيه؟ حادث. فهمتم كده يا مشايخ؟ يبقى هاتان مقدمتان غير ضروريتين، انتهتا إلى إيه؟ إلى الضرورة. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، قال: فقد انتهينا إلى الضرورة ولا عبرة باعتراضات الفلاسفة على بعض المقدمات فإن ذلك مكابرة.